أخبار اليوم. مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم جميعا، ونحن نحتفل بهذا الإنجاز الذي تم وبهذا النموذج الذي أسس من أجل أن يكون نموذجا قابلا للتكرار، وأن يكون خطوة أولى في طريق طويل ندين فيه العمل، ندين فيه عمارة الأرض، ندين فيه خدمة المجتمع والناس. هذا النموذج يتكون من التعاون المثمر بين جهات كثيرة تجاوزت كل العوائق وتجاوزت كل النقص، واستطاعت أن تضع يدها في مكان واحد من أجل أن تدفع المجتمع إلى الأمام. أسقفية الخدمات تتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وهي من مؤسسات المجتمع المدني، تتعاون مع السفارة النرويجية، تتعاون مع مجلس الكنائس العالمي، ومع منظمة مسكونية حقوق الإنسان، وهكذا يتم التعاون من أجل أن يصل إلى برنامج على الأرض يفيد الجميع بطريقة إدارية ممتازة، حرفية غاية في الإتقان، وبطريقة علمية. نستفيد من هذا النموذج قضية التعاون، وقضية الصبر على المعوقات، وقضية الانفتاح على الآخر، وقضية الهدف من أجل نفع الناس، وقضية الاستمرار في التمسك بالإدارة الجيدة وبمقتضيات العلم. إذا نحن فعلنا ذلك سنحتفل وتحتفل بنا مصر من أجل بناء هذا النموذج القابل للتكرار، النموذج الذي نعده الخطوة الأولى. ليس هذا هو نهاية المطاف، أول الغيث قطر ثم ينهمر، بداية المطر نقطة واحدة، ولكن نحن نرجو من هذا المطر أن يروي الأرض وأن يخرج الزرع وأن ينفع الناس. هيا بنا بهذا النموذج نضرب مثالا للتعاون ولتعمير الأرض، وكما نقول دائما التعمير لا التفجير. هذا النموذج حجة على أولئك المفسدين الفاسقين الذين يريدون أن يعكروا علينا دائما فرحتنا. سنتجاوزهم كما تجاوزنا العقبات، سنستمر في العمارة، سنستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، سنستمر في الانفتاح لبناء هذه الصروح المشيدة، سنستمر لفعل الخير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفلح أعمالنا، وأن يجعل يده سبحانه وتعالى على أيدينا، وأن يسلك بنا الطريق إليه.